بتاكل لوحدك؟ محمد سوريا ماركت فتحت في المعادي هنا، احنا لازم نتسحر. احنا من اول رمضان وانت عارفين نتسحر بره. يلا يا ستي طلبت لكم احلى سحور سوري. طيب عبال ما السحور يجي ما تيجي ندخل ناخد فكره كده. ما هو ده اللي مخوفنا، هي بتبدا ناخد فكره وبعد كده تدبسين. احنا هناخد فكره ونشتري بكره. اذا كان كده ماشي، يلا بينا يا بنات. تعملي ايه يا لولو؟ مش ناخد فكره بس؟ اهدى بس، تعالى معايا وانت هتعرف. شفت بقى يا محمد، حلو ان احنا دخلنا عشان الثلاجه فاضيه خالص ولازم نجيب جبن ليه. لو على الجبن ماشي. لو سمحت هات لي نص كاري بالبسطرمه ونص بالرومي، وهات لي كمان نص عكاوي ونص مشلل، وظبطهم لي بقى. اكرم عيونك، بس احنا عاملين لك ورق عنب رائع بطريقه سوريه جديده. دي ورق عنب وساقه، بس انا اديها لمحمد عشان اطلب براحتي. خد ذوق يا محمد وقول لي ايه رايك. ذوقيني كده. حلوه والله يا لولو. لا ما دام عجبتك هات لي منها ربع لو سمحت. انت لما صدقتي يا ريتني ما قلت انها حلوه. هات لي كمان نص مكدوس ونص زيتون مشوي، وهات لي كمان نص مربى بتنجان. ايه مربى البتنجان دي؟ كل الصوص مفيش ربع خالص. شفت بقى يا محمد، كنت هنسى التوابل، ناقصه عندي برضه. قلنا هنتفرج بس. اعمل ايه يعني، حاجات ناقصاني. لو سمحت هات لي ربع كيلو زعتر احمر، وهات لي تمنه حبهان وقرنفل، وهات لي قرفه كمان، وربع فلفل اسمر. شكرا. يلا يا لولو هتخليني حر نسمع كلامك تاني. خلاص يا سيدي يلا ما نطلع نشوف السحور. لا بقى، بتهيألي دي بتاعتك انت، القهوه وخلصانه عندي في البيت. جيت على نقطة ضعف. خلاص هاتي 50 جنيه بني وخلاص. 50 جنيه دي ما تعملش كوباية واحدة. لو سمحت هات لي ربع برازيلي فاتح. شكرا. يلا يا محمد أنا خلصت. يلا يا بنات. ماما أنا عايزة مقرمشاية. أنا عايزة مكسرات. ماليش دعوة، بتهيألي عيلك اللي عايزين، هتقدر تقول لأ؟ طبعا ما أقدرش أقول لأ، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا عايزة دورة ومقرمشاية. أنا عايزة فندق وكاس. وأنا عايز حد يشيلني من المكان ده. عينيا الاثنين. الله، مال ابوك راح فين؟ قال انت واقف بتاكل لوحدك؟ بدوق بسلي نفسي. انت هتدوق لوحدك يعني؟ هات لي كيلو مشكل لو سمحت. هو محمد راح فين؟ احسن برضه. الله، ده في كحك. ادوق بقى. الله، ده طعمه جميل. في علب مشكله، خد لي واحده بدل الخبز. قريبه كمان وبالعبوه. مجمدات والحاجات السريعه دي محتاجه اخر 10 ايام في رمضان. سيبيها ده. يبقى ايه؟ مين اللي اخر لولو ده كله؟ لا ما دام فطره العيد موجوده نجيبها بالمره. لو سمحت هات لي كيلو من ده وكيلو من ده كمان، وكيلو شوكولاته من دي، وحط لي نص من ده ونص من ده. انا بقول كفايه كده، يلا زمان السحور جه وما نتاخرش على بابا. مين اللي اخرهم كده؟ هناكل قبل الاكل يبرد. انت اكلت قبل ما نيجي؟ خد المفتاح بتاع العربيه والفاتوره اهي، انا حطيت الكياس في الشنطه. ايه ده يا لولو؟ كل ده وده اللي بتقولي ناخد فكره ونشتري بكره؟ ما احنا اشترينا بكره، الساعه عدت 12 يا حبيبي. سيبني بقى عشان السحور شكله جامد قوي. هي دي نتيجه اللي صدق كلام مراته، انا هاكل احسن. هو في حد بيصدق مراته يا بابا؟ كل